في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن الحل الوحيد والأوحد ومفيش حل غيره لإنقاذ مصر من الوضع الاقتصادي اللي هي فيه. قلت لحضراتكم إن الحل الوحيد هو رحيل عبد الفتاح السيسي، ولا حل غير ذلك. اللي يقول لك غير كده قول له اركن اركن. هذا الرجل هو اللي عمل كل شيء، هو اللي خرج يقول لك أنا أحسن حد وأنا بس اللي بفهم وأنا بس اللي بدورها والكلام ده كله. لم يعني ما كملناش نص ساعة من الفيديو الماضي اللي عملناه الا واتفاجئنا بخبر عاجل في اليوم السابع وفي الاهرام وفي قناه دي ام سي وفي قناه سكاي نيوز وفي العرب في كل مكان. سكاي نيوز والعربيه نشروا الخبر عشان يوروا المجتمع الخليجي احنا ليه ما بقيناش ندي سيسو كروت تاني. خبر راح في كل مكان وفي القنوات الاعلاميه المصريه اللي بتدار بالمخابرات ان عبد الفتاح السيسي اخذ قرض جديد بقيمه 250 مليون يورو علشان هيعمل مترو في الاسكندريه او هيعمل قطر في الاسكندريه والكلام ده كله. قروض تاني عرفته هذا الرجل لن يتوقف، لم يبقى امام عبد الفتاح السيسي اي وسائل اخرى الا قروض وحلب الشعب المصري حلب النمل، حلب النمل. خد قروض مش عارفين نسدد، ارفع اسعار على الشعب ونبيع شركاته. تمام؟ وضع اقتصادي غير مسبوق. طيب ضمن الحلول اللي ممكن نطرحها الان لانقاذ مصر اقتصاديا وحاجات فعاله ولو عبد الفتاح السيسي عملها هتدخل لمصر عائد دولاري كبير جدا جدا جدا، نقدر نسدد الديون اللي علينا. ايه بقى هي الحلول الاقتصاديه او الحلول العبقريه اللي ممكن لو طرحناها مصر تخلص كل الديون اللي عليها من غير ما نبيع اهم 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 ما تملكه مصر زي الموانئ؟ رقم واحد العاصمه الاداريه. العاصمة الإدارية باعتراف عبد الفتاح السيسي واعتراف وسائل الإعلام المصرية واعتراف النظام المصري والحكومة المصرية قالت كلفت مصر 60 مليار دولار. طب ما نبيع العاصمة الإدارية وادي 60 مليار دولار اهم. نبيع العاصمة الإدارية ملهاش، والله لو اتباعت ما هتفرق مع الشعب انت كمواطن حتى بتأيد السيسي وحياة ابوك يا شيخ. لو العاصمة الإدارية اتباعت هتفرق معاك كتير، والله ما هتفرق معاك كتير. بيع العاصمة الإدارية وقول له تحيا مصر زي ما هو، زي ما انت بتقول له تحيا مصر وهو عايز يبيع الموانئ المصرية وبيبيع الموانئ المصرية، قول له تحيا مصر وبيبيع العاصمة الإدارية عادي جدا مش هتخسر حاجه. فنبيع العاصمه الاداريه يبقى كده 60 مليار دولار هم توفرناهم ديون مصر لمده سنتين، ديون بتاعت مصر لمده سنتين وفرنا 60 مليار دولار هم، ولا داعي ان احنا نبيع الموانئ المصري. نبيع العاصمه الاداريه في عرض الصحراء واحنا بنبيعها هيبقى في وسط منها اكبر مسجد واكبر جامع واكبر كنيسه واكبر بتاع والكلام ده، هنبيع كل الليله دي اللي ياخدها شروه شروه زي ما هي كده. وعلى فكره ممكن تلاقي من الخليج الناس اللي تشتروها بس عمرهم ما هيرضوا يحطوا فيها السعر ده، لكن خلينا نبيع العاصمه الاداريه. الحاجه الثانيه نبيع القصور الرئاسيه. القصور في داخل العاصمه الاداريه في قصر رئاسي اكبر من مساحه البيت الابيض الامريكي 10 مرات. في قصور رئاسيه تانية عندنا في العالمين، في قصور رئاسيه تانية عندنا في سيناء، في قصور رئاسيه تانية سيسي عملها في كل مكان، في كل مكان عمل قصور رئاسيه. نبيع القصور الرئاسيه دي كلها لمصر هتدخل لمصر ما يقرب من 10 ل 15 مليار دولار، يبقى حطهم على ال 60 ادي 75 مليار دولار، مبلغ كبير جدا. ما نبيعش بسبب الموانئ، نبيع الحاجات دي كلها. اللي بعده نبيع الطائره الرئاسيه بتاعت السيسي ام نص مليار دولار، ملكه السماء. مش لازم يا ريس تركب ملكه السماء يا ريس، اركب طياره عاديه زي بتاعت محمد بن سلمان. قال لا، ايه ده يا عبد الرحمن، هو محمد بن سلمان طيارته اقل من طياره السيسي؟ طبعا طيارة السيسي أحسن من طيارة محمد بن سلمان. أنت متخيل اللي هو السيسي بيروح يتسول من محمد بن سلمان جاب طيارة أحسن من طيارة محمد بن سلمان؟ أنت بس متخيل. عشان كده السيسي لما راح زار محمد بن سلمان في الزيارة الأخيرة راح له بطيارة عادية جدا جدا علشان ما يستفزش محمد بن سلمان. بقى أنت جاي تاخد من عندي فلوس وأنت معاك طيارة، أنا محمد بن سلمان اللي معايا تريليونات من الدولارات ما اشتريتهاش لنفسي. فالمهم يعني بيع الطائره الرئاسيه نص مليار، ادي دخلنا في ال 76 مليار دولار هم من ثلاث حاجات بس. نبيع الفيلل اللي اتعملت للجنرالات القوات المسلحه بحجه مؤتمر المناخ، عملوا كميه فيلل غير طبيعيه، 250 ولا 500 فيلا ولا 1000 فيلا زي كده، تخيل في جنوب سيناء. لو اتباعت الفيلل دي كلها هتدخل لمصر مبالغ لا يمكن لك ان تتخيل، على الاقل هنوصل ل 100 مليار دولار على الاقل القليل. نبيعها. نبيع شركات الجيش، عندك ازيد من 1000 شركه باعتراف الجيش نفسه وبتاكيد من صحيفتها ارتس الاسرائيليه، وانت عارف اسرائيل والجيش يعني عارفين كل حاجه مع بعض. نبيع ال 1000 شركه بدل ما بنبيع في الموانئ المصريه. طيب لو اتبعت ال 1000 شركه بتاعت القوات المسلحه او انسحب الجيش من الاقتصاد، ال 1000 شركه انت كمواطن بتادي السيسي بالله عليك مش هتقول تحيا مصر؟ قول تحيا مصر زي ما قلت لترن وصنافير تحيا مصر وهي بتتباع عادي جدا مش هيفرق معايا. كمان نعمل ايقاف لمشروع القطار العظيم الكبير السريع اللي هيبقى اسرع قطار في افريقيا. هو مش اسرع قطار ولا حاجه، اشقائنا في المغرب جابوا عملوا قطار اقل تكلفه من القطار بتاع السيسي واسرع من قطار السيسي ب 100 كيلو في الساعه. المهم مش دي قصتنا.
نبيع نوقف مشروع القطار السريع اللي مكلف الخزينة المصرية 360 مليار جنيه، نوقفه يعني تقريبا بسعر وقتها كان حوالي 30 مليار دولار بسعرها من سنتين او من سنة ونص، نبيعهم نوقف المشروع ده نحطهم على 100 كده 130 مليار دولار. اهو شفتوا قد ايه 130 مليار دولار مش هيبقوا حاضرين كاش في ايد السيسي، لا ده في منهم ديون وفي منهم حاجات معمولة بالدين وبالقرض، لكن هنوقف على الاقل فكرة سدادها هذه الأشياء اللي ما دخلتش ربح لينا. يعني احنا الآن السيسي من السنة الجاية مطالب ان يسد بداية قروض القطر السريع اللي هو ما اتعملش، اللي هو ما مشيش، اللي هو لو مشي هيمشي في الصحراء الجرداء التي لا نبت فيها ولا ماء في شعب يعيش ويئن أنين المستضعفين على طوال ضفاف نهر النيل. نبيع كل ده كمان، نوقف عمل الكباري. السيسي باعترافه مع كامل الوزير قال لك 6 تريليون، اي ارقام اي ارقام، بس انا ماليش دعوه هو اللي قاله كده، قال لك البنيه التحتيه كلفت مصر 6 تريليون، 6 تريليون جنيه، جميل جدا. نوقف شويه مشاريع الكباري، نعمل شويه مصانع، نعمل شويه شركات، شركات ومصانع ومشروعات صغيره تدير ربح للدوله وتعمل نشاط في الدوله، وبالمشاريع دي نسد ديوننا وبعدين نبقى نعمل كباري. اتس فاني نو بروبلم، نعمل الكلام ده كله. فنوقف مشاريع الكباري، مشاريع الكباري اللي باعترافهم هم باعتراف البنك المركزي قال لك في السنه اللي قبل الماضيه كلفت خزينه الدوله 250 مليار جنيه. طب ما نوقف الكلام ده، 250 مليار جنيه بسعر دلوقتي 20 ولا 15 مليار مليار دولار، نحطهم على المبلغ ده دخلنا في 150 160 مليار دولار، هم شويه مشاريع وحاجات ملهاش قيمه لو اتوقفت واتباعت ودخلت للدوله ربح نسد ديوننا، بدل ما بنبيع شركات مصر الحيويه زي بقير للاسمده، زي ما وقفنا الحديد والصلب، بدل ما بنبيع الاسكندريه للحاويات، بدل ما بنبيع نصيب مصر الفوري، بدل ما احنا عايزين نبيع شركه ويه المصريه اللي عملتها المخابرات، بدل ما بنبيع الداتا بتاعت المصريين، بدل ما بنبيع اهم ما تملكه مصر من شركات، نبيع الحاجات اللي ملهاش قيمه اللي مش عايده على الشعب المصري. بما ان سيسي وطني، وبما انك انت كبورس ساوي بتقاد السيسي وشايف ان السيسي زعيم وطني بتقول له تحيا مصر في بيع طيران وصرافير، ما يبيع الحاجات دي، الحاجات دي لو اتباعت الشعب المصري هينزل بكره يعمل السيسي كده. برافو عليك يا رأي. يعني اصلا كلنا انا هو كمعارض سيسي هفرح جدا اقول له تحيا مصر، المره دي هقولها له تحيا مصر من قلبي والله. لو باع الحاجات دي نبيع الحاجات دي، بدل ما احنا بنبيع اهم ما تملكه الدوله، بدل ما احنا نقول يا سعوديه اديني يا محمد ابن زايد حاجه، ويقول لك نقول وزير الماليه يلا يا حبيبي انت هو روح يا روح وزير الماليه، احنا ما كملش ساعتين قال له روح روح انتوا عايزين فلوس اه شركات الجيش. بدل ما بنعمل كل ده، بدل ما يخلي محمد بن سلمان، عشان عارف السيسي متسول، بدل ما يخلي محمد بن سلمان لما يقابل جون كيري وزير الخارجيه الامريكي في عهد باراك اوباما، بدل ما كان محمد بن سلمان قابل وزير الخارجيه الامريكي جون كيري وزير الخارجيه الاسبق، قال له انا اقدر اشيل لك السيسي ده كده اعزله. ايوه محمد بن سلمان كده، الخبر امام حضراتكم في مذكرات جون كيري وزير الخارجيه الامريكي، قال لك محمد بن سلمان قال لي انا ممكن لو عايزيني اشيل لكم السيسي اشيله كده. ليه ليه ليه, ليه؟ اختار السيسي ما اختارش مثلا ملك المغرب، ما اختارش محمود عباس، ليه ما اختارش رئيس لبنان، ليه ما اختارش رئيس السودان، ليه ما اختارش غير عبد الفتاح السيسي؟ عشان هو الوحيد المتسول. فاحنا لو بعنا العاصمه الاداريه والاصول الرئاسيه والطائره بتاعت عبد الفتاح السيسي والفيلا اللي بتاعت قياده الجيش وشركات الجيش، ووقفنا مشاريع الكباري ومشاريع القطارات السريعه والكلام ده كله، اكبر وادخل معرض والكلام ده كله وقفناه، وبيعنا كل الحاجات دي، بدل ما بنبيع زبده الزبده، بدل ما بنبيع الشركات اللي مصر قايمه عليها من 100 سنه، نبيع الحاجات دي كلها، مش هتفرق اي حاجه، وما تخليش محمد بن سلمان يا سيسي يطلع يقابل وزير خارجيه امريكا يقول له انا ممكن اشيل لكم السيسي ده كده. حتى وان كان كلمه محمد بن سلمان لوزير خارجيه امريكا وقتها جون كيري في عهد باراك اوباما قديمه، الا انها توريك حجم السيسي عند الخليج من زمان قد كده، اصغر من البورصه السيساوي كمان اللي بتشوفه ماشي على الحيط. سلام عليكم.